أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط ارتفاع معدل التضخم الشهري في العراق بنسبة 0.4% لشهر حزيران الماضي. وقالت الوزارة إن الرقم القياسي العام لشهر حزيران من عام 2019 في العراق بلغ 104.2%، حيث ارتفع بنسبة 0.4 بالمقارنة مع شهر أيار من العام نفسه. وأرجعت الوزارة سبب ارتفاع نسبة التضخم إلى ارتفاع قسم السكن بنسبة 1.6% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.8%، وكذلك قسم التعليم بنسبة 0.2% وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.2%. كشفت مصادر مطلعة في وزارة النفط في العراق عن مناقشات داخل الوزارة لتحديد سعر برميل النفط عند 60 دولارا كسعر مقترح في موازنة العام المقبل. وقالت إن السعر الأولي المقترح للبرميل في موازنة العام المقبل تحدد بين 56 إلى 60 دولارا. وأضافت المصادر أن اعتماد هذا السعر يأتي متناسقا مع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأشارت إلى أن اختيار السعر النهائي سيكون بعد مناقشته مع مجلس النواب والوزارات قبل إقراره. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم إلى أكثر من 174 مليون دولار. وأوضح البنك المركزي أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 172.82، بينما بلغ إجمالي النقد المبيع 1,032,000 دولار. وأشار البنك إلى أن سعر الصرف بلغ 1,190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفا. اختتمت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.10% عند مستوى 489.58 نقطة، مسجلة ربحا بلغ نحو نصف نقطة. وتم التداول على أسهم 23 شركة، ارتفعت منها أسهم 8 وانخفضت أسهم 6، بينما استقرت أسهم 9 شركات. وسجلت قيمة التداولات نحو 524 مليون دينار، بينما بلغ عدد الأسهم نحو 248 مليون سهم بمجموع صفقات بلغ نحو 416 صفقة. وبلغ عدد الأسهم المبيعة من المستثمرين الأجانب نحو 564 ألف سهم. أعلن مدير المستشفى البيطري في كربلاء وسام عبد الرسول نفوق الآلاف من الدجاج في أحد حقول المحافظة. وأوضح أن حقل دواجن المنى في ناحية الخيرات بمحافظة كربلاء تعرض لنفوق 70% من دجاجه البالغ أكثر من 220 ألف دجاجة. وأضاف عبد الرسول أن الفحص الأولي أثبت إصابة الدجاج بمرض نيوكاسل، مشيرا أن العينات أرسلت للمختبرات للوقوف على النتائج الحقيقية لنفوق هذه الأعداد من الدجاج. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.